بسم الله، اهلا بيكم في قناة تكات نوجا. النهاردة بإذن الله هنعمل المهلبية الحلوة جدا 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 دي، مهلبية بالكريم شانتيه، مهلبية تركي تحفة جدا جدا جدا، طعم تحفة هيعجب اولادك جدا جدا. يلا نشوف عملنا المهلبية الجميلة دي ازاي وايه التكات بتاعتها. في حلة على النار هحط كوباية سكر، 3 معالق كبار دقيق، 3 معالق كبار نشا، ورطل حليب، احط رطل الحليب كله. دي وصفة الكيلو اللبن. عايزة تعملي نص كيلو قليلي طبعا. هنا يا حبايبي الوصفة دي السكر فيها طبعا حسب الرغبة. هبدأ ادوب كل المكونات معايا بالمضرب العادي او بمعلقة عادية. طبعا انت كده مشغلة النار. وهنا يا حبايبي وعلى ما المهلبية بتاعتنا تتظبط كده وتتقل هحط كوباية كريم شانتيه، عليها كوباية نص كوباية مية ساقعة متلجة، وهبدأ أضرب الخليط بتاعي بالمضرب الكهربائي. طبعا دي مهلبية تركية حلوة جدا جدا. هقلب بس كده المية عشان لما أضرب الخليط بالمضرب بتاعي ما تنطرش بره اي حاجه. هبدا اضرب بقى الخليط. وهنا يا حبايبي اهو الكريم شانتيه كده جاهز معانا وزي الفل. اول ما تبدا المهلبيه معانا تتماسك هبدا احط عليها الكريم شانتيه على طول. هنا ايدي برضو مستمريه بالتقليب زي ما انتم شايفين كده. في المرحله دي يا حبايبي وبدات بصوا معانا تبقى كريمي خالص ازاي، هبدا انزل بالفانيليا بتاعتي والكريم شانتيه معايا جاهز هبدا انزل بيه. هنا هنزل بقى بكميه الكريم شانتيه كلها في الحله بتاعتي كده وهي سخنه، وهضرب الكريم شانتيه كله. هنا اهو يا حبايبي زي ما حضراتكم شايفين انا حطيت الكريم شانتيه كله، هبدا اضربه بقى بالمضرب بتاعي لغايه ما يبقى كريمي خالص خالص. هنا يا حبايبي انا ضربته لغايه ما بقى كريمي خالص معانا. كريم الشانتيه بالمهلبيه تحفه جدا والطعم روعه روعه روعه. هبدا بقى ان انا اغرف كل المحتويات اللي معايا كده. هنا يا حبايبي جبت كاسات التقديم حسب بقى ما انت عايزه المتواجد عندي كل انت حابه تقدمي فيه لاولادك. هبدا بقى ان انا اخد شويه مهلبيه تحت كده على كل الكاسات، وهبقى مقطعه بقى معايا موز او فراوله اللي انت حابه ان يكون متواجد عندي. كل الاطفال حبايب قلبك بيحبوا بجد، لو جربتي الطريقه دي مش هتبطلي تعمليها هتعتمديها. هتبداي بقى اي زيادات من فوق كده هننضفها بالمعلقه. هنا يا حبايبي هبدا بقى اجيب الكاس بتاعي معايا وابدا ان انا اوقف الموس كده على اطراف الكاس بتاعي كله. عندك فراوله زي ما قلت لك ماشي برضو، الفاكهه المتواجده عندك قدموا لاطفالنا بالشكل الجميل التحفه ده عشان خاطر يفتح نفسهم. كده تمام. هبدا ان انا اهو يا حبايبي هبدا ان انا احط شويه مهلبيه تاني، اي مكسرات متواجده عندك كده، اي حاجه، حاجه بسيطه بس هتغير الشكل. وانا طبعا عبيت كله بنفس الطريقه، حطينا رق مهلبيه ورق رق مهلبيه ورق موز ورق تاني من المهلبيه بس كده يا حبايب قلبي. وهبدا احط بقى للتزيين كده موز على الوش، بيدي شكل حلو جدا وبيفتح نفس الاولاد جدا جدا جدا. وطبعا اولادنا دول ضيوف حبايب قلبنا عندنا، فاحنا لازم نكرمهم بالحاجه اللي بيحبوها ونقدم لهم الحاجه كده، عشان طبعا في اطفال مقرفه ما بتاكلش ما بترضاش تاكل، فانت لازم تعملي
حاجات كده عشان يرضوا ياكلوا. هنا بقى يا حبايبي انا معايا دي شوكولاته نوتيلا عاديه، حطيت عليها معلقه لبن بس عشان اخففها وتبقى بالشكل ده عشان تبقى للزينه مش اكتر. كده يا حبايبي هبدا احط اهو، هي للزينه مش اكتر. يعني حابه تحطي اللي هي اي صوص عندك بقى، صوص كراميل، اي صوص، صوص فراوله، المتواجع عندك حطيه. انا اولادي بيحبوا الشوكولاته وخصوصا النوتيلا فانا حبيت احط لهم. بس حبايب قلبي ده كده الشكل النهائي، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تفتح النفس جدا جدا لكل اولادنا وكل حبايبنا اهو. يعني مهلبيه مختلفه، دي مهلبيه تركي حلوه جدا جدا، جربتها وعجبتني جدا جدا وعجبت اولادي فحبيت ان انا اعملها لكم. لو عجبك بقى الفيديو يا ريت تدعميني بلايك وتدوس اشتراك في القناه وتفعلي الجرس وشير بقى للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.